كويس ان احنا عدينا بالحاجات. بقول لكم ايه؟ انا هقعد شويه بقى اكل اي حاجه مش قادر. طب انا هسيب معاك الشنط لحد ما اروح اسرق شويه حاجات من الديوتي فري. ماشي. وانا كمان. بقول لك ما تعرفش فين التاكسي فري؟ التاكسي فري ده بيتهيألي عشان واحنا راجعين يا بابا، مش دلوقتي خالص. سيب الحاجه، سيب. اكسكيوز مي. هقوله ازاي ده؟ Posljednji poziv za gospodina Šikua na let koji ide u Hrvatsku. في سيل 90%. انت فين يا ابني؟ نادوا علينا مرتين يلا. لا استنى اخش الحمام واجي، خد شنطي معاك. لا يا حبيبي خد شنطك انت. طب عطلوا الطيارة ها؟ ماشي. مش قلت مش هيطلعوا من غيرنا؟ كده كده مش هيطلعوا من غيرنا يلا. يلا. اطلب اكل يعني؟ يا عم لا يلا يا هشام يلا مش للدرجة دي يلا في اكل في الطيارة يا حبيبي. طب انا ماليش دعوة بشنطه بقى ها؟ ماشي. يلا هو يجيب الحاجة. هات شنطتك دي. يلا. من هنا. بالراحة يا معلم بالراحة. بالراحة يا عم بينادوا علينا. يا ابني قلت لك مستحيل يطلعوا من غيرنا. بقول لك ايه استنى. ايه؟ ناخد سيلفي الموتور بتاع الطيارة؟ دقيقة واحدة. سوري. ده سيلفي المروحة ها؟ السلم مرعب جدا مش عارف. ايه يا معلم ده؟ Come on, come on. Hurry, hurry. اوكي. يلا. يلا. ماشي بس ناخد سيلفي الطيارة، مش احنا بنحب نوثق أي حاجة بنعملها. سيلفي المضيف. يلا.